وسلفة المليون ونص المتأخرة على الأخوة المهجرين، كنت قد وعدتنا بأنها ستحل وقريبا. ما هي آخر الأخبار لنزف البشرة إليهم؟ شكرا أخي العزيز أستاذ نجم، وشكرا لقناة تغيير الصوت، صوت الحق والرافد الرئيسي لنقل بعض معاناة الناس اللي ممكن من خلال هذه القناة أن نصل إلى حلول أو نصل إلى هذه المشاكل التي من الممكن أن لا نستطيع الوصول إليها بكوادرنا وبخططنا اللي موجودة. منحة المليون ونص أستاذ نجم هي منحة للعائدين، يعني للشخص النازح تمام. العائد المسجل عائد طبعا هذه توزع حسب الأسبقية، أنه اليوم الآلية أنه اليوم الشخص اللي رجع مسجل بتاريخ معين هو إلى الأسبقية. اليوم مثال أنطيك، يعني وردت شكاوي عدة من عدة أقضية مثل قضاء الشرقاط بالمنحة السابقة ما حصل أربع أسماء. اليوم من رجعنا إلى الأوليات وقاعدة البيانات لقينا أنه الحد الآن تقريبا 700 معاملة هي قيد التدقيق ما محسومة في فرع صلاح الدين. اليوم الرفعت في قضاء في ديالة في المقدادية نفس الحالة أيضا موجودة الأسماء، لأن العالم في الفترة السابقة ما كانت تذهب إلى تسجيل العودة. يعني عندما رجعت من النزوح تتأمل مثلا منحة المساعدات اللي وردت على بطاقة الكيكارت تستمر. هذا القرار قرار منحة العودة طبعا اللي أصدر السيد الوزير السابق الأستاذ نوفل، ومن موازنة الوزارة يعني من خطة الوزارة احنا الأموال اللي كانت مقررة للجنة العليا اللي احنا نجتهد ونسحب من عندها وزعت على المحافظات، ما بقى عندنا رصيدنا صفر. هذه من موازنة الوزارة بدينا خصصنا مبلغ. المحافظة تقريبا ما يطلع لها أكثر من 400 اسم بالوقت الحاضر، يعني لحد الآن احنا ماكو قرار موازنة. إيش قد أنتم عندكم الآن يا أستاذ جاسم على هذا التوصيف منحة العودة؟ إيش قد عندكم أسماء وإيش قد يحتاج لكم مبلغ وإيش قد عندكم وشلون راح تغطونه؟ احنا مبدئيا الان نعمل بقانون الواحد على 12 لان ما اعدت ما قررت الموازنه، يعني ما مسموح لنا نتجاوز مبلغ الواحد على 12 في السنه السابقه. زين. الارقام المسجله الارقام المسجله للنازحين تجاوزت 680 الف عائله، هذول كنازحين. الارقام للعائدين تجاوزت 380 الف تقريبا 390 الف، يعني متفاوت الارقام وتتحدث يوميا بالنسبة للعائدين. انت احسب يعني اذا رادت كل العوائل ترجع 700 الف عائلة وتحتاج الى المليون ونص، تحتاج بقرب التريليون دينار بتغطية هذا الرقم. ولكن احنا عندنا اليوم اعداد يعني تقريبا اكثر من 200 الف عائلة موزعين ما بين المخيمات ومدن اقليم كردستان والمحافظات الجنوبية. هؤلاء لحد الان هم باعداد النازحين بقاعدة بيانات الوزارة، فهذول نتعامل معهم على أنهم نازحين لحد الآن غير مشمولين بمنحة العودة. الآن منحة العودة مثل ما قلت لك أنا أحث المواطنين النازحين اللي عادوا إلى مناطقهم عبر قناتكم الموقرة أن يسجلون عودة في فروع الوزارة اللي موجودة في المحافظات. هذا يسهل عملية حصوله على المنحة. لا يمكن أن يستلم المواطن أو العائلة التي كانت نازحة منحة المليون ونص ما لم يسجل عودة. زين السؤال الآن.